بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ورحب بكم أجمل ترحيب في هذه الانطلاقات المميزة في هذه الأمسية التراثية المتميزة التي تابعنا بها التحدي والمنافسة على أرضية ميدان التحدي بأول أيام مهرجان الأمير الوالد، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. نتواصل بانطلاقة الشوط الخامس لفئة اللقايب كار الإنتاج، ينطلق من مسافة 5 كيلومترات، هناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول مع هذه الشعارات المندفعة، مع هذه الأسماء التي انطلقت وتواجدت في هذه المنافسة المميزة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نتابع المقدمة، نتابع الصدارة، أول الأسماء تتواجد العنود بتواجد غانم بن محمد بن زايد الخيارين، مع البداية ينطلق في القيادة والريادة، بينما المركز الثاني القادمة هنا العنود لفهد بن حصيب فهد الرمساني النعيمي يشارك منطلق في هذا الشعار المتميز الذي يندفع في هذه المشاركة المميزة في هذا الانطلاق والتحدي الجميل، بينما المركز الثالث أتابع القادمة والمتواجدة عالية لنواب بن سعد بن فالح الدوسري يشارك هنا، ينطلق في هذا التحدي بطموحات وأمالي ميدان الشهيد، يشاركون متواجدين في هذا التحدي قادمين بمشاركة عالية التي تحتل المرتبة الثالثة. المركز الرابع تتواجد من حاف لحزاب بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح يشارك في هذه الانطلاقة والتحدي الجميل مع من حاف التي تحتل المركز الرابع. المركز الخامس القادمة هنا غلا لجابر بن سعيد بن صالح بن لزيوح بن مسعود يشارك متواجدا في هذه المنافسة بانطلاقة غلا التي تتواجد في دائرة النداء والإذاعة. هذه نتيجة مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى في أشواط المنتجين، في أشواط الإنتاج، في هذا المساء المميز مع هذه الشعارات التي تنطلق على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، في إحدى هذه المهرجانات الكبيرة، مهرجان الأمير الوالد، المهرجان الكبير والكرنفال المتميز الذي هنا نتابع به المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، قادمين من أجل المشاركة، قادمين من أجل خطف النواميس والإنجازات. نتابع التحدي ونتابع المنافسة مع هذه الشعارات. نعود مع البداية ومع مقدمة الشو، هناك غلا أذعتها قبل لحظات في المركز الخامس، والآن تتواجد في المرتبة الأولى، تنطلق بشعار جابر بن سعيد بن سالم بن لزيوح بن مسعود، ولكن هنا المركز الأول ينخطف بهذه اللحظات، ينخطف مع هذا الشعار الذي تسلل وانطلق حاملا للرقم واحد، وصلت الديحة لسعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني، وصل الهادي مشاركا مع الديحة منطلقا في هذه المنافسة المميزة بأول نداء مباشرة، وصلت إلى المركز الأول. المركز الثاني القادمة إبعاد لجار الله بن سالم بن مسعود بشريدة يتواجد في هذه المشاركة، أيضا أول نداء مباشرة وصلت إلى موقع التحدي والمنافسة في هذه المشاركة. انتقل مباشرة مع صاحبة المركز الثالث، هناك تواجد غلا لجابر بن سعيد بن سالم بن لزيوح بن مسعود، المركز الرابع التي بدأت تتسلل بدورها إلى المركز الثالث، وصلت المتحدة علي بن راشد بن حمد آل بريس المري، وصل بهذه الانطلاقة قادم بهذه المشاركة المميزة. المركز الخامس أتابع الشعارات، أتابع الأسماء الكبيرة، وصلت الهدى بشعار صالح بن حمد القمرة قادم استنباط القطري مشارك في هذه المنافسة باحثا عن الناموس وباحثا عن الانتصار. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المميزة التي تتواجد في هذه المنافسة المميزة مع هذه الشعارات الكبيرة في هذا الشوط في انطلاقة وتحديات هذا المسار. هناك سيارة تنتظر عند خط النهاية، احدى هذه الأسماء الكبيرة التي تتواجد في هذه المشاركة المميزة، الديحة مع البداية، ابعاد على المركز الثاني، المتحدة على المركز الثالث، الهدى على المركز الرابع،
المركز الخامس وصلت بروك، في هذا الانطلاق تشارك خمسة مراكز تتنافس في هذا التحدي من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. ولكن الدايحة سعيد بن عبد الهادي الشهواني الهادي ما زال منطلق في القيادة والريادة، يحافظ ويسيطر على زمام الأمور بانطلاقة الدايحة التي تنطلق وتحافظ على المركز الأول. ولكن وصل السندباد القطري مع الهدة التي بدأت تنهد على المقدمة وعلى صدارة الشوط. صالح بن حمد القمرة يتقدم مشاركا، يتقدم منافسا في هذا الشوط، بينما المركز الثالث وصلت المتحدة علي بن راشد بن حمد آل بريس المري، ورابعا بعان لجار الله بن سالم بن مسعود بشريده المري، وخامسا أتابع هناك بروك لصالح بن طالب الصالح بن عقيل النابل، اختلط الحابل بالنابل. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، هناك اسم وشعار بدأ يخطف الأنظار في هذا الشوط. وصل من العمق في المنافسة، وصل ثمينة محمد بن حمد بن جار الله بن جهويل انطلق في هذه المعركة. ولكن أعود مع الدايحة والهدة المتحدة، وصل محمد بن مسعود بن بطحان الدفين المري، وصل بهذه النداء، وصل بهذه المشاركة المميزة السندباد القطري والدفين في منافسة من أجل ناموس، في منافسة من أجل انتصار. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، الحدة والمتحدة، الهدة والمتحدة، السندباد القطري، صالح بن حمد القمرة، وهناك انطلاقات والتحديات في هذا التحدي مع المتحدة. محمد بن مسعود بن بطحان المري على المركز الثاني، بن جبران على المركز الثالث، ولكن المنافسة انحصرت مع الهدة وتواجدت المتحدة. الهدة المتحدة، اللحظات الأخيرة، بن قمرة ودفين في منافسة من أجل خطف الانتصار. ولكن سلام السندباد القطري، سلام سلام القمرة، سلام، ها هي تنتزع الناموس الهدى وتحقق هذا الانتصار. تهانين والمبروك لصالح بن حمد القمرة الحاضر والمتواجد بهذا الانطلاق المميز. مشكور يا محمداني على هذه المتابعة المميزة، تهانين لصالح بن حمد القمرة على فوز الهدى بناموس هذا الشوط. المركز الثاني المتحدة مع محمد بن مسعود بن بطحان الدفين المري، المركز الثالث ريما لي عبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوع المري، المركز الرابع من حاف لحزام بن زيد بن محمد بن محسن البحيح، المركز الخامس ثمينة لمحمد بن حمد بن جار الله بن جهويل المري. هكذا مشاهدي الكرام تابعنا المنافسة والتحدي مع هذه الأسماء المميزة التي شاركت في هذه المنافسة، فكان السندباد القطري حاضرا كعادته في هذه المحافل الرئيسية محققة هذا الانتصار. الهدى 7:37 تسعة أجزاء من الثانية، وناموس لصالح بن حمد القمرة على فوز الهدى بناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصلت المتحدة 7:39 ثلاثة أجزاء من الثانية، وناموس لمحمد بن مسعود بن بطحان الدفين المري على فوز المتحدة في المركز الثاني. المركز الثالث وصلت ريما بتوغي الزمني وغدرة 7:41 جزء من الثانية، وناموس لعبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوع المري على فوز ريما في المركز الثالث، وناموس لجميع الفائزين.